تفضلي. احنا اليوم يعني متقيين هيك لمة حلوة، ولا شفتني هاي أول مرة بنجتمع رواقة هيك ومتجمعين بدون ولا إبعاد ولا ضربة مدرسة ولا إشي، بالعكس كلنا مبسوطين وعواطف تعودت تجمعنا، كمان اليوم جمعتنا عواطف لمة حلوة من هالشكل. احنا اليوم كثير مبسوطين وكثير حابينك، انه انا بعرف كل واحد فينا من صوبه يا ريت انا محل عواطف بعد سنين طويلة قضيتها معانا. العواطف بتطلبني وبدها مني كلمة، قلت لها وين من الله 29 سنة بدها لخصها للكلمة، كيف هي اللي عملتها يعني؟ قال هو الزمالة وهو النكات وهو الحكي بالمدرسة وهو الرقص وهو الرحلات وايش بدها لخصها الخص ونفلفلة 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 ولكن ورا الاولاد وحط الكوفيه وكلهم على الصغار. بتعب كثير نلخص الحديث للعواطف، بس عواطف عن جد لها محلها كثير في المدرسه، لها دورها عواطف يعني انا عايزه اسال كلها عواطف موجوده من العمر بتاعت المدرسه هناك وكان لها محلها وضمتنا هيك جناحها ودربها علينا من اول الطريق. انا بتذكر ونعيش معها كثير من هالشكل وتعطينا المحبة تبعتك والعناية والقلب الوطية اللي عندك وخفة الدم إن شاء الله من ضمن كل الأشياء الإيجابية إن شاء الله من ضمن. والله عينيك بكيرو بكيرو طبعا صديقاتي، مش أقول إشي تاني صديقاتي مش أقول زملائي حبيباتي أستاذ سليم التعبير، أهلا وسهلا بالجميع. دائما انا بحب ابدا بهاي الاجواء وهي الشعر اسمعوا مني حلو كثير. امانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد سعيد علينا وعليكم، اهلا بك يا عيد نقولها فرحين بقدومك مستبشرين ونفتح لك ابوابنا مرحبين. انتظرت بتلهف لهذا اليوم الجميل بأجوائه وبلقاء الأحبة، تحية الوفاء لكم جميعا أزفها في الصباح والمساء. دائما العجب في كلمات الشكر لأن سطور الشكر تكون في غاية الصعوبة عند صياغتها، ربما لأنها تشعرنا دوما بقصورها وعدم إيفائها حق من نهديه هذه الأشكر. واليوم تقف أمام الصعوبة ذاتها في يوم تقاعدي لأطرز لكم من خيوط الشمس اللامعة كلمات شكر، ومن ماء الذهب كلمات عرفان وجميل على ثقة منحتموني إياها وعلى ما بذلتموه من جهود مباركة لنكون معا في هذه المناسبة، وأيضا في سبيل الوقوف معي في درب طويلة قطعته درب الأيام الجميلة التي أعطيتها كل يوم من وقتي وعمري. ففي هذا اليوم يوم تقاعدي ربما ينتهي كل شيء، ولكن تبقى الصداقة والمحبة، فالمحبة نعمة من الله وفقد المحبة غربة ولقاؤهم أنس ومضرة. هناك شيء جميل أشعر به الآن، نعم إنه الذكريات، الحنين والشوق للعودة إلى الوراء، إلى ذلك الزمان، إلى تلك الأيام. إن الذكريات الجميلة دوما تنتهي بسرعة، لكن يبقى شذاها للأبد ببسماتنا وضحكاتنا وأوقاتنا السعيدة. فكل وردة مصيرها الذبول، لكن الذكريات تبقى ولا تزول. والآن فجأة صحوت مع أني لم أكن نائمة، وأدركت أن عائلتي الثانية هنا والتي شاركتني بالتحتار بالحزن بالفرح بالمسؤولية. أما بالنسبة لعائلتي الأولى إخوتي وأخواتي والذين وقفوا إلى جانبي في كل أيام عمري وخاصة في الأيام الصعبة والقاسية، فأنا أفخر بكم وبتواجدكم وبتشجيعكم ودعمكم لي. نعم بكم أكون، مع تقديري وحبي للجميع. كل عام وأنتم بخير وسنة جديدة. أهلا للجميع، أهلا وسهلا بكم. بتأمل
حبيتكم فعلا بقلبي، والله العظيم حبيتكم بقلبي. ان شاء الله العلاقه تستمر، وان شاء الله انا كل مناسبه اكون بيناتكم، مش راح اترك ولا حدا فيكم. بحبكم كثير كثير، وشكرا لكم للجميع. واحنا بنتفق عواطف بس سليم بعد ما بتوقع انه بمثل حوالي 25% ل30% من الناطق، عشان الكلام كان في دنيا في هذيك الفتره. فمضبوط في كل هذول الاهل اللي في الناطق بعثوا لكم انا بدرس في الصحراء سابقا كان في شيء ثاني. انا بقول لك يعطيك العافيه. بهنيكي على روحي، انا بحبك اتمثل لها من رسم عن كيف مسؤول عن الجغرافيا والرحلات اللي كنت اعتبرها جزء من الجغرافيا بس فقط. فبتأمل انه حتى من مجرد ما تيجي الرحلات ما اعرف كيف روحي. وكمان انه عندك قوه الاراده. انا المفروض شفت عندك صفتين. اول ما شفتك جيت على المدار بين على الصحراء شفتك جيت عن المال اللي يحب الركض والدرب والتركي. والشغله الثانيه الرحلات. مجرد ما تيجي الرحلات. فانا بتأمل كل سنه لو بديك كراب المدرسه. بمشيها بالعبير بمشيها بالهيئه التدريسيه وانت تكون ضلك تصل على رحلات من وقت الزهراء وكل سنه اشوفك برحلات من وقت الزهراء فيعطيك العافيه ان شاء الله دائما بشوف الشباب ما في نقول كمان 100 سنه 20 سنه بس انا متاكد كيف ما اشوفك كل سنه بتطلع شباب الله يطول